السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذا الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة جواب السؤال الذي حير كل علماء المسلمين. السؤال هو: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، شو معناتها؟ في ناس كثير بقول لك محيرين عند السؤال، هنا وقفوا عند السؤال هذا ومش عارفين الإجابة. عشان هيك عسى أن يكون أن راح بيكو الإجابة بإذن الله. أحباب الله، خنبلش الموضوع من آية 52 وبننزل من سورة الشعراء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أحباب الله، الموضوع كله إذا بتشوف الآيات من بدايتها، يعني الله أوحى لموسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون، رايحين يعني فرعون وملأوا جيش ورايحين إيش يتبعكم. فأرسل فرعون في المدينة الحشرين يعني حشر جيشه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني هم بني إسرائيل بالنسبة لجيش فرعون جيشه قليل، وإنهم لنا لغائظون يعني مختار فرعون منهم، وإنا لجميع حاذرون لازم نحذر منهم. هون بقول لك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. شو كان فرعون قاعد في قصره وبلده وتجري من تحت الأنهار كما قال أنا ربكم الأعلى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني كان فرعون قاعد على كنز ومقام كريم. هو بقول لك فأخرجناهم، هو بقول لك كذلك وأورثناها بني إسرائيل. شو معناتها؟ هل أورث بني إسرائيل مصر محل فرعون، ولا أورثوا العذاب الإخراج؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وكذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني الله أورث بني إسرائيل إنه راح يخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني معنى وكذلك أورثناها بني إسرائيل. ما قال عن أرض، لأنه ما في موضوع أرض في القضية هاي، إنه أرض مصر هي ميراث لبني إسرائيل، لأن القضية كما هي. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، يعني خذ بني إسرائيل وبالسر بالليل أسري فيهم، لأنه فرعون راح يتبعكم جنوده. هون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، نادى المنادي جيوش فرعون وقادته أن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني لما حشر الجيش والقادة حكى له أن هؤلاء عميل بني إسرائيل لشرذمة قليلون، يعني عددهم قليل وإحنا جيشنا أكبر، وإنهم لنا لغائظون غاضونا، وإنا لجميع حاذرون لازم نحذر منهم. عشان هيك لما لحقهم بقول لك فأخرجناهم من جنات وعيون، مين هم؟ أهل مصر اللي هو فرعون وجيشه، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثنا بني إسرائيل. أورث بني إسرائيل إيش؟ نفس اللي راح يصيب فرعون وجنوده، كانوا في جنات وعيون، هذه في فلسطين سووها جنة فلسطين وعيون، كل الماء لهم، وكنوز ومقام كريم، كل الأموال تجيهم من جميع أنحاء العالم ومقام كريم لهم، قاعدين مسيطرين والعرب ما واحد قادر يفتح كلمة معهم. عشان هيك كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الله يا بني إسرائيل اللي يصيبكم مصر فرعون وجيشه. عشان هيك كمل الآيات فأتبعوهم مشرقين، مين اتبعوا مين؟ فرعون وجيشه اتبع مين؟ سيدنا موسى وبني اسرائيل. فلما تراءى الجمعان
قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنه ما عندهم إيمان ويقين هذول أصحاب موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ضرب عصا البحر انشق البحر، انفلق صار جزئين، فكان كل فرق كالطود العظيم. كيف يعني؟ كأنه الماء انقسم، كأنه في حاجز أو فاصل أو كأنه جبلين من الله. وأزلفنا ثم الآخرين، دخلوا بني إسرائيل فيه ولحقهم إيش؟ جيش فرعون وفرعون. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ما ظل واحد من بني إسرائيل إلا الله أنجى. ثم أغرقنا الآخرين. من الآخرين؟ اللي هم فرعون وجيشه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم. اللهم إني مؤمن بآياتك أجمعين. عشان يا أحباب الله، خل نجيب هاي الآية، الآيات اللي جبناها مع آيات أخرى بسورة الإسراء من آية 4 ونزل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. باب الله. هسع بني إسرائيل اليهود اللي أخذوا فلسطين، هل هم في جنات وعيون ولا لا؟ وكنوز ومقام كريم ولا لا؟ كذلك وأوردناها بني إسرائيل سيحصل لهم ما حصل لفرعون وملئه وجيشه. اتذكروا قولي هاي أحباب الله شو معنى كذلك وأوردناها بني إسرائيل؟ ما أورثهم مصر، هاي التاريخ قدامكم من زمن سيدنا موسى لليوم وليوم القيامة. والله لن نكون إسرائيل حبة رمل غير الأرض اللي ماخذينها هسا. هذا الميراث اللي أعطاهم إياه رب العالمين، أورثهم الأرض المباركة اللي المسجد الأقصى وما أطراف حول المسجد الأقصى. عشان هيك والله لن تقوم لهم قائمة، انتهت بني إسرائيل، ما ظل لهم سنوات معدودة. فلا يجي واحد يقول لي إيش اللي راح يأخذوا من النيل الفرات، هذا قول باطل، هاي قول الدولة الصهيونية اللي هي الصهاينية، بفكروا انهم راح يحكموا النيل الفرات. والله لم يحكموها حتى عزم سيدنا سليمان عليه السلام لم يحكموا مصر. انت يا احباب الله، والتاريخ موجود قدامكم. اكثر قوة كانت في الزمان لبني اسرائيل لما كان سيدنا سليمان موجود، هاي التاريخ بيحكي والاثار بتحكي. لم يحكم أحد إلا فلسطين، مصر كانت محكومة على زمن سيدنا سليمان معروف إلى الفراعنة. والعراق كان يحكموها مين؟ ومعروف التاريخ، إذا بترجع بالتاريخ كان يحكموها حكموها أول إشي البابليين. عشان البابليين هم لما نبوخذ نصر هو دمر دولة إسرائيل بعد سيدنا سليمان. إذا من وين إنه إيش راح يورثوا مصر؟ إذا اللي أنا حكيته ورؤيتي من الآيات إنه كذلك أورثناها بني إسرائيل، معناته الله راح يورث بني إسرائيل العذاب. أنت يا أحباب الله كما حصل مع فرعون وجيشه. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.